أعطيني تعليق من الرأي العام، الرأي الجديد، الرأي الجديد لزميلنا سال عطية. نظم الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، وقفة تضامنية انطلاقا من الساعة 4:30 مساء قبالة المسرح البلدي بالعاصمة. في نفس الإطار الرئيس سعيد ولدى استقبال واعتقد لوزير الداخلية، مر لي الصورة الموالية، سعيد يوصي باهتمام بمفقودي جرجيس للوصول إلى الحقيقة. سيد عز الدين، سيد عز الدين الحازقي، دكتور القضيدي، هل الرئيس مهتم بالمفقودي جرجيس؟ والله العظيم يا حسين انت تثير فيا بالله. في توا تعرف جرجيس ايش مسمينا في جريدة عربي 21 اسمها غزة تونس، سكرها بكلها، سكرها بس يتعدلوا هالمؤتمر نتاع الفرنكوفونية راي. وانا اقول نضيف، ما دام فما غزة تونس معناها فما اسرائيل تونس، واسرائيل هو، واحنا ما نرضاش باش احدى مدننا البطلة اكل عكالة الرجال وسيد الرجال اللي توا مدة 25 سنة يقضوا في الغرقة وحدهم مجهودهم الشخصي هكا كافيهم، سكرها البلاد أكثر من شهرين، 22 سبتمبر أكتوبر نوفمبر. يا حسين دار من الديار 60 كعبة أكل مصير الدموع الكبيرة هذيك السعادة الداخلية الخام. هذيك مش كروموجين، تاع سعادة، تاع سعادة داخلية خام. يبعث فيها البي ام بي، ما هو مسميها البي ام بي يا اخو، هكا بعض شعارات من برا، ثقافته محدودة مسكين، عمره ما قاتل، ما يدريش عليه. هو يمكن حسب رأيي قرا كليلة ودنا وقرا بعض فصول من رسالة الغفران اللي فيها زقفونا هذيك، ما قراش الأحكام السلطانية للماوردي أمهات عيون التراث، ولا أقوى من المسالك للوزير خير الدين باشا اللي اقتام بين قوسين وزير تربية وطنية. نعم سيرته كنت معلطة ولا محافظة سيد عز الدين هذا وزير التربية. نعم دكتور مبقاش وقت، سيد عز الدين رئيس الجمهورية مهتم في جلسة مع وزير الداخلية، لابد من البحث حقيقة في ملف مفقودي جرجيس. تحية لأهالينا في جرجيس، تحية لأهالينا في صفاقس، تحية لأهالينا في كل مكان اللي قاعدين يناضلوا من أجل تونس الأفضل، تحية لأولادنا اللي قاعدين يناضلوا في قطر. حاول تبعنا من السكايب، حاول أغلق جهاز التلفزة لو ممكن. من أجل تحية لأولادنا في قطر، من أجل اللي قاعدين يدافعوا على رأي تونس. تحية لكل الصادقين الوطنيين، ولكن والخزي والعار لكل من يضرب هؤلاء ولكل من يعتدي عليهم سواء من الداخل أو من الخارج. منتظر من المنقلبين أنهم يعفسوا اللي ينقلبوا عليهم، مش منتظر من واحد ينقلب أنه يصلح البلاد، هو جاي باش يفسد، لأن الانقلاب هو دليل على أنه يحقر كل الآخرين، المنقلب يحقر الآخرين، ما يعتبرش القوانين، ما يعتبرش الدساتير، ما يعتبرش الانتخابات، ما يعتبرش احترام الناس اللي ينتخبوه، يجي يدوسهم. فلذا منتظر منه انه يدوس اهلنا. نعم. في جرجيس، انه ما يهتمش بصفاقس فيها مليون ساكن، الكوليرا ضربتها عندها تو عام، واش ما يهتمش بال 14 ولايه، بالولايات كلها، وخاصه انت سي عز الدين قلت منذ قليل رئيس عاجز عن رفع الزبله، مش مبالغه هذه؟ ها طبعا متحداه راهي يهز الزبله من صفاقس، مش حل مشكله الاقتصاد، لا يهز الزبله من صفاقس، راه متحداه وفي يده شهر رخ، معناها لا غريب، معناها علاش نتساءلوا في حاجات منطقيه؟ يا ولدي راهو ما جاش باش يصلح، اللي يصلح راهو مصلح ويمشي بالقانون، مش يضرب القانون، مش يضرب القضاة، مش يضرب المناضلين، مش يضرب اولاد بلاده، مش يبيع بلاده ويقولها، يجي المستعمر يقول له راك ماكش مستعمرني، انت راك باهي جيت تحمي فيا، ياسر هذه معناها من سنه من هنا باش يهز الزبله من صفاقس وينقذ اولاد بلادنا ويمشي. شكرا شكرا جزيلا، الوقت متاخر. السيد عز الدين حازقي عضو الهيئه التنفيذيه لمواطن ضد الانقلاب، شكرا دكتور احمد القديدي كاتب الصحفي المخضرم والسفير السابق، شكرا لمتابعينا مشاهدي قناه الزيتونه حصاد 24، ما نوصيكمش واصلوا دعمنا من خلال
الولوج إلى صفحة القناة على اليوتيوب، ضروري جدا انشروا أكثر ما يمكن من فيديوهاتنا على صفحاتكم حتى نواجه على الأقل حملة التبليغ غير المسبوقة على كل منشورات قناة الزيتونة. نلتقي غدا إن شاء الله بداية الساعة 9:30 بتوقيت تونس في هذا الموعد الاستثنائي الخاص بكأس العالم. في أمان الله.